يا رحمتك يا ربي. اليوم ابو نشوة راح نلزمه. استاذ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، شلون نعمة؟ نعمة الله. قبل 5 دقائق انا وصلت. عيون استاذ العزيز. عمري عزك يحفظك. هلا هلا بابو نشوة. ادري حتى ربعك دوخوني. على راسي. يسلم راسك. صورنا ابو نشوة، صورنا ابو نشوة. كل ما اجي ما القاك. خير ان شاء الله. لو بالليل لو شو اسمه ما جاي. هسه اليوم الحمد لله قبل الحمد 5 دقائق انا وصلت. الحمد لله. يعزك ويحفظك. صار هواي استاذ. لا لا توني جيت توني. خلنا اشوف السيارة واكبر. والله العظيم. هاي هي. بس الطين دمرها المطر. اي انا اقول لك لا هي. مطر خير، المطر شو وراه. عزك ان شاء الله خير ان شاء الله. شو السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك عيني؟ الله يسلمك رحم الله. بارك الله بك. عيون استاذ. اكو هواي امراض تصيب الحمام. خصوصا بهذا موسم الشتاء. صح. من هل النيوكاسل. اي انتم شلون تعالجون هذا المرض او شلون تواجهونه؟ والله استاذي اول ما تبدي احنا الحمد لله ان شاء الله طيور نظاف وهاي، بس جاي احكي لك العلاج اللي تحافظ على طيورك. ايه نعم. كتوجيه للمربين ايضا. كتوجيه. نعم. المصاب اول ما تبدي به تعزل الطير. تعزله على اشعه الشمس. انت تهلس ذيله وتهلس رقبته وتهلس راسه راح تلقى المكان المصاب صاير ازرق. صاير ازرق. زين وش تسوي له؟ تهلس الريش. ايه وتجرح الطير بالمكان المصاب اذا برقبته اذا براسه. نعم. الريش كله تهلسه هلس الذبه. زين. وتخليه يومية على اشعة الشمس الفترة 21 يوم. انا اخوك. 21 يوم. هاي هالفترة كلها. هاي الفترة كلها. خما لازم تعزله عن عن السليمات. عزل. ايه. جاي احكي لك عزل. نعم. واهم شيء تخلي المي كلور يعني تعقمه مي صحيح. واكله. نعم. اكله ترتيب ونظام يعني. وبالنسبه للمكان مالته هم لازم يكون نظيف غير نظيف حتى ما ينقل ولا تجرب على النظيفات ابد. والله بوحده ينتقل يصيب الزين يصير مريض من ذاك المريض. نعم يعدي معدي يعني. صح. ابو نشوة. عيون استاذ. تسلم عيونك. مضادات حيوية هم نستخدم للطيور؟ لا ما نستخدم بهاي الحالة. لا لأن ما تفيد، بس بلاجيل عمود الإسهال تستعمله بلاجيل. اي بلاجيل. أي علاج لا تستعمله لأن ما يفيده. أي يفيده هذا التجريح بس. نعم. والشمس مو؟ الشمس مية مية. ونظافة مكانه. لازم. نعم. شمس ونظافة وأكل. إيه؟ ومي كلور هذن كله لازم. وعلاج لا تنطي، انطي بس بلاجين عمود تقطع اسهاله فقط. نعم. ابو نشوة يعني اهم اكو بعد نصايح ممكن يعني للمربين؟ والله استاذي اهم شيء يعني المي دائما الاواني مالته شوف ايش عندك انت حاط بيه مي. تنظفه لان يصير وسخ. المي دائما نظفه. تدري من ريشهن من غيره بيهن يقومن يسبحن بالمي. صح. يقومن يسون فيتوسخ. صير. حتى الماء يصير شو اسمه؟ يصير بدهله طين شغلات. نعم. وتنويع الاكل. الاكل لا تنطي مثلا تنطي يعني قصدك خلطه سوي له؟ خلطه، لا تنطي بس شعير ولا تنطي بس حنطه، انطي مخبوط. مخبوط؟ مخبوط. اي نعم صح. لان المخبوط اكو به مثلا حبايه احنا ما نعرف قيمتها شنها للطير. نعم. هو ياكلها تفيده. صح. فانصح بالمخبوط. يعافي اخوي. اي استاذ. احنا هم من خلال انت خبرتك هم قسم يواجهوننا، انت تدري احنا ما عندنا خبره، بس انت خبرتك قويه. اكو قسم من الحمام ما يزاوج. شو تسوي له؟ والله استاذي انت ما يزاوج فرده. اه فرده فتره خليه هيج.
اي يذب لنا فيه يزاوج. انتم مصطلح بالاهل الحمام يقولون خلي يزيف مو يزيف يهيج يصير هايج. زين. وقسم يقول لك مثلا انا كان عندي حمام مثل مات الفحل مالتها ايه زوجتها من فحل ثاني قامت تبيض بس ما يشد يعني ما يفرخ. استاذ هذا تلقى الخلل بالفحل. خلل بالفحل. بالفحل يفردها يزوج فحل زين يعني ما بي خلل مثلا. نعم يجوز هذا بي خلل يجوز مريض. يجوز بي خلل يجوز هي الحيوانة ورا الفترة ورا فترة هذا المزوج صار بيها خلل. نعم. يعني التهابات شغلات. صح صح. ايه؟ صح. أبو نشوة. عيون استاذ. ونقدر نقول لك ميمات العرب أيضا. الله يسلمك. شنو أنواع الحمام الموجودة بالعراق؟ والله من خلال معرفتك أنت. معرفتي هواية اللي إذا شقد تقول أنواع هي أنواع موجودة. مثل إيش؟ مثلا الأحمر موجود. إيه. هذا الأحمر. ذاك نعم. البصفر هاي الأرافل. هاي الأرافل. إيه. هذا الخشمة هيك شوية من قارة دقمة. إيه. إيه. الأحمر هواي بيش الشكل هذاك عندك أرفلي أحمر هم اللي بصف البصفر الأول. هذا هسه هنا عندك جو هذا بدرنجي الأبيض. بدرنجي. نعم. هذاك بصدري الأبيض هذاك أشعل مال حمر. أشعل حمر. إيه. زين. هذا الأولاني خضراوي. إيه. أنت إيه. أنت ما عليك بهذن الأنواع. بهذن اللي هسه قدامنا انت عدل الانواع الموجوده بالعراق. والله استاذي هواي انواع بالعراق هواي كطيور. انا شو ذن شنهن زبريات استاذ. زبريات بصفر. اي وهذا بسود بزرق يعني. نعم نعم اشكال يعني. ايه. بزرق بصفر باحمر. اي هاي هم قسم من انواع الطيور. اي زبريات نوع ونوع راقي مو هيك. والله العظيم. بيش الزوج مالتهن؟ والله استاذي مو هو اذا اقول لك يعني مثلا انا ما بايع منهم بس احكي لك تقريبا فشي تقريبي وسط. والله استاذي 50 و55 60 اكو شيء. اي ها والله انت لا انت لا صعدنا فوق للعالي. لا 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 انا احكي لك هذني وعلى شوب من يجي وجاي يجوني وما انطي منهم يعني. والله اسال هسه اكو الرغابة مالتهن هسا شفت. أنا بالنسبة لي منحكي لك هيك أنا ما أبيع منهن. نعم. ولا أنطي منهن. مالاتي وعزيزات تعال شوف. هذه هنا مو خلقة هاك شوف. لا والله خير من الله. شوف شوف. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحمة على والديك. شوف زبيري إذا لقى بكل الديرة شوف هاي مخلبصة روح لين سابحة. هاي سابحة والله. إيه. بس شوف البحمر، شوف البصفر، شوف هاي كلها بصفر. هي مو راقية استاذي. لا خير من الله راقية. والله وانا هم راح اقول لك راح اسكت اني اللي يشاهد واللي يشوف ويحب هاي النوعية هو راح يقول لك هاي النوعية شنو. هو راح يشوفونها. اللي يشوفها هو يقول لك انا بخاف مالاتي وتقول قام يحمد بيها و... نعم نعم. ايه طيور الزينة شنو هنا ابو نشوة؟ العرايس. ايه دلفش. ايه ايه اكو هاي هيجي كبار شو يسمونه؟ النفاخ. النفاخ. اي اي هاي هيك شيء هذا للزينه يعني. بس اكو خلقه. اي اشكال واشكال حلوه يعني. عافيه. سبحان الخلاق العظيم. اي اشكال. نوعيات هواي اكو الكحالي. اي اكو الكمرليات، اكو زبيريات، اكو التار. هاي كلها انت جاني مه... اي يعني كلها مره علي. اي كلها مره علي جانيها. اي بس انا اقول لك هو هسه اللي عندنا هنا يعني نقول الشهير الاحمر. التار. نعم. الزواجل. اي عرافل. زين اكو منهن. اسعار الحمر ايش قد تقريبا؟ والله استاذي هي الحمر هسه عندنا موجوده لحد الان ذاك قبل يومين ثلاثه كنت قاعد يم جماعه انطوا يعني على طيور الزوج 50 ما انطى. بينما هنا أنا قاعد يم جماعة عزمت يمهم على 20 راحت. فالأسعار يم الرغاب مو يم مختلفة. مختلفة وحسب أصالة الطير مو طير.
حسب اصابعك. والله اكو مو حلو بس اكو لما يجوز اكو زوج ب10 مثلا يعني الجوقه تشوف شلون مطيارها وشلون جناحها وشلون هاي على هذا الشيء اكو يشترونها وبيش ما تقول على جره لسانك يعني. نعم نعم ايه؟ نعم زين ابو نشوه عيون استاذ تسلم عيونك. انت شنو سبب انقطاعك عن متابعينك؟ والله استاذ الظروف شغل مرات انت تجي ما تلقاني اي فما يعني ما مشغول. الله يحفظك وممنونين على هذا المقطع. بارك الله بيك.